جلاله وجهه الى جنوب السماء السنه الثالثه الى الدين، بعدما جعلهم في الدرس السابق على الجهاز العصبي ومشتت الانشطه العصبيه التي تميز الجهاز العصبي للانسان. اليوم سوف نقوم بمراجعه درس الجهاز العضلي. سوف نتطرق في هذا الدرس الى تعريف العضلات ومختلف انواع العضلات، ثم تعريف خاصيات العضله، واخيرا سوف ننتهي باليات التخلص العضلي. عندما نتحدث عن الجهاز العضلي فاننا نخص بالذكر العضلات. يتوفر جسم الانسان على ثلاث انواع من العضلات. لدينا عضلات النسا والتي تكون بعض الاعضاء داخل جسم الانسان مثل عضله المعده، ثم لدينا عضلات القلب. لاحظنا في درس الدم والدوران ان القلب يعتبر عباره عن عضله تعمل دور بدقه وضخ الدم في سائر جسم الانسان. ثم العضله الهيكليه والتي هي صور درسنا لهذا اليوم. بالنسبه للعضله الهيكليه تسمى العضله الهيكليه بهذا الاسم لكونها خاضعه لامره الجهاز العصبي. بالنسبه للعضله الهيكليه لدينا نوعان، لدينا العضلات الطويله والعضلات المسطحه. بالنسبه للعضلات الطويله ناخذ مثال عضله ثنائيه الراس وعضله ثلاثيه الراس. الفرق بين العضلات الطويله والعضلات المسطحه هو ان العضلات الطويله ما يسمى بالاوتار، بينما في العضلات المسطحه نلاحظ هي الاوتار. كما قلنا العضلات الطويله اخذنا مثال عضله ثنائيه الراس والعضله ثلاثيه الراس. بالنسبه للعضلات المسطحه لدينا العضلات الشريطيه وهي العضلات التي تتواجد على مستوى المعده، والعضلات الجوهريه هي العضلات التي تتواجد على مستوى الصدر. الان سوف نمر الى خاصيات العضله. للعضلات ثلاث خاصيات وهي انها قابله للهجه، قابله للتخلص، وقابله للتمدد او ما يسمى بالمرور. ما معنى انها قابله للهجه؟ درسنا في درس الجهاز العصبي ان جسم الانسان يتوفر على مستقبلات حسيه قابله للهجه، وهذا هو معناه انها قابله للهجه، سواء كانت بهجه كيميائيه او بهجه كهربائيه. قابله للتقلص معناها ان العضله عندما تتقلص تصير صلبه ومنتفخه ويتقلص طولها. قابله للمرونه هو ان العضله لها امكانيه انها تتمدد وتاخذ طولا معينا، وعند ازاحه القوه التي تسبب تمددها فانها تعود الى شكلها الطبيعي. وختاما سوف نمر بشرح ما يسمى باليه التقلص العضلي مفهوم الصحيحه وحاليا. في درسنا السابق وبالضبط درس الجهاز العصبي شرحت لكم ان الحيز المتواجد بين عصبونين سواء العصبون A او العصبون B يسمى بالحيز السينابس. الان الصفيحه المهاديه هي الحيز المتواجد بين ليف عصبي وليف عضلي، وتؤدي السنه العصبيه الى تحرير ماده كيميائيه تسمى الاسيتيلكولين من طرف الليف العصبي. تثبت هذه الماده الكيميائيه على مستقبلات الليف العضلي تسبب تقلص العضلي. من اجل شرح اليه التقلص العضلي انجزت لكم الرسم لدينا ليف عصبي، كل ليف عصبي يتكون من العناصر التالية: جسم خلوي متوسط الهواء، ولدينا هنا محور وتشجر نهائي، لدينا هنا مسطحة العضلة، كل عضلة تتشكل من مجموعة من الأعيان العضلية. عند نشوب السيولة العصبية على مستوى جسم الإنسان عندما تحدث عن التحرك الإرادية، تنشأ السيولة العصبية على مستوى الباحة الحركية في الدماغ، يتم نقلها عبر وسيلة حسية وحركية في اتجاه العصبون A. تمر السيولة العصبية من الجسم الخلوي ثم عبر المحور في اتجاه التشجر النهائي. عند وصول السيولة العصبية إلى التشجر النهائي يقوم العصبون أو الليف العصبي A بإفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين، مما يسمح بمرور السيولة العصبية من العصبون في اتجاه الليف العضلي فيحدث التقلص. من أجل فهم هذا الدرس والدرس السابق بكيفية جيدة، المطلوب منكم أعزائي
80 في كتب هي الصفحة 93 الصفحة 104 الصفحة 105 الصفحة 106 في الكتاب والمدرسة. إذا هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نقوم بشرح درس جديد وهو يسمى بتدور الجراثيم. دمتم في رعاية الله وحفظه.